السلام عليكم. يقول بسؤال آخر: هل يحصل للأحياء نفع من الأموات في الدنيا؟ الأحياء لا يحصل لهم نفع من الأموات، وإنما العكس، الأموات يحصل لهم، قد يحصل لهم نفع من الأحياء بالدعاء لهم والتصدق عنهم والحج والعمرة عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت هو الذي ينتفع بما يلحقه من أعمال الحي الصالحة التي جعل ثوابها له، أما العكس وهو أن الحي ينتفع من الميت، فالميت لا يقدر على نفع نفسه وقد انقطع عمله، فكيف ينفع غيره؟ نعم.